متوفى، معايا 4 أولاد، ووالدتي قاعدة معايا كفيفة عندها 80 سنة. وطبعا لما لقيت الدخل المعاش مقدرنيشي، 350 جنيه ما يكفوش طبعا، فطلعت ان انا ما كانوش مكفيني خالص، فطلعت ان انا اعرف اعيش بقى، يعني اعرف اعيش عيالي حلو، اعرف اجيب لهم حاجه يعني هم عايزين. طلعت اشتغلت على التوك توك، يعني قابلتني مضايقات وقابلتني كل حاجه، وظروف برضو مش كويسه خالص، بس عافرت عشان خاطر ان انا اساعد المعاش، عشان المعاش قليل جدا، 350 جنيه قليلين. لما ظهرت بقى مره واثنين وثلاثه والناس عرفتني وكده، بقت الناس تشجعني وبقت تدعي لي والله يقويكي، وبقوا يدعوا لي، يعني انا بقيت اسمع الدعاء، وبقيت وانت ست جدعه وست بنت راجل. بقى لي سنتين شغاله على التوك توك، بقى لي سنتين شغاله عليه. فطبعا قابلت طبعا مضايقات كتير، يعني شغلانه صعبه جدا، بس طبعا اتحملت عشان خاطر ان انا ما اللي انا اعرف اعيش عيال. البيت ما فيهوش عفش يعني، ولا سراير ولا دليبه ولا اي حاجه، ما فيهوش، احنا نايمين على الارض.